سلام حبايبي، تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. تنشكر المتابعين القدام والجداد والناس اللي التحقوا بهذه القناه ان شاء الله بحول الله وقوته، على حسب طلب قبول وتسخير الامور. بغينا نسخروا الامور وبغينا نحيدوا طاقه النحس، البنات اللي باغين يتزوجوا، الناس اللي باغين يخدموا، الناس اللي عندهم نحوسات فيما مشاو يكونوا مقبولين. الناس اللي دائما غير مقبولين تيكون عندهم اما سحر واما عارض واما تابعه. اذا اليوم معنا بعد الوصفات ان شاء الله الى قدرني الله نوصلهم لكم كاملين ونعطيكم ان شاء الله طاقه ايجابيه باش تخدموا وباش انكم تحيدوا النحوسات ويكون عندكم يقين بان الله سبحانه وتعالى كل شيء في الكتاب وكل شيء في القران قبولات من القران الكريم. اذا الناس اللي باغين انهم يحيدوا طاقه النحس، طاقه النحس اللي تتوقف لهم حالهم لا في العمل لا في الزواج، تيبغيو يمشيو لاي مكان تيكون عندهم نحس، يمشيو وما يقضيوش الغرض او ما يكونوش مقبولين او يترفضوا، هذا هو النحس. او ما تجيكش كاع الخدمه، دائما ماكت في الدار، دائما جالس في الدار بدون عمل بدون زواج، كتافك طايحين عليك ولكن بدون تسخير. اذا حاولوا انكم تتبعوا هذا الفيديو الى الاخير، رجاء خليوا لايك ودعموا القناه وفعلوا الجرس وتابوناو بحول الله وقوته. اذا الا بغيتي انك تكون مقبول غادي تحصل على نجمه الارض، هاد الساشيه ب 10 دراهم، رخيصه جدا. غنحتاجوها للتبخير، غنحتاجوها للماء اللي غندوزو على الجسد ديالنا، وغادي نحتاجو القبول ديالنا. انا كنت كريمه معكم اليوم، غادي نعطيكم ثلاثه الوصفات. هاد نجمه الارض يقدر يهزها الولد وتقدر تهزها البنت، تقدر تهزها المراه اللي تتبيع وتشري، ولو تكون تبيع وتشري غير الخبز ان شاء الله في خارج المنزل، تقدر ترفعها معها في المحفظه ديالها وغيكون عندها رزق ويكون عندها ان شاء الله قبول. اذا صليوا كاملين على سيد الخلق في التعليقات، ولا بد ربي سبحانه وتعالى غادي يعاونكم في خفاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. غنحتاجوا الريحه، غنحتاجوا بديانة نجمه الارض، هي هذه، انتم نقربها لكم، راه رائعه رائعه. هي لا في الطب الشعبي ولا في القبول ولا في التبخير، غادي يكون عندكم ان شاء الله قبول رائع باذن الله. اول حاجه غادي ناخذ كاس الماء عادي، اذا كان عندكم ماء زمزم غادي ديروه، عندكم ماء معدني غادي ديروه، عندكم ماء الشتا راه غادي ديروه، لان ماء الشتا رائع في طرد النحوسات. خذوا ماء الشتاء توا رائع بحول الله وقوته، غادي يكون عندكم ان شاء الله تسخير. الا ما كانش عندكم غادي تاخذوا ماء من الروبيني وتزيدوا فيه بعض القطرات ديال ماء زمزم. اذا ماء زمزم غادي تاخذوا بعض القطرات، 7 القطرات، وتضيفوهم الى كاس الماء اللي غادي ان شاء الله نقراو عليه صيغه ربانيه، وغادي يكون عندكم بحول الله وقوته. اذا غادي ناخذ 7 قطع بحال هادو يكونوا مكتملين، 7 قطع ديال نجمه الارض بحال هادو. هانتوما غادي نقرا وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وغادي نقرا ايه اخرى، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هانتوما نجمه الارض بحال هكا، او بديانه، حنا تنقولوا لها بديانه، تيقدروا يطيبوا بها حتى الاكل، حنا عندنا تيطيبوا بها الاكل، مزيانه للحساسيه، مزيانه بزاف الحوايج. غادي ناخذ وزيناها للناظرين، نقرب لكم الكاس، وزيناها للناظرين، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وزيناها للناظرين، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وزينا فلانة بنت فلانة لفلان ولد فلانة، اللي عندها محبة بينها وبين شخص غادي تدير وزيناها للناظرين، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اللهم اجعل المحبة والمودة بيني وبين الشخص اللي غتذكريه، سعيد خليد، مهم نتوما تذكروا الأسماء اللي بغيتو تكونوا معاهم مقبولين. وزيناها للناظرين، نخليها بحال هكا، غتبقى طالعة، هي غتبقى طالعة الفوق، ولكن غادي يطلق واحد الماده ديالها ريحه طيبه، وفي نفس الوقت غادي يكون عندكم ان شاء الله تسخير الامور. وزيناها للناظرين، فيما مشيتي غادي تكوني مقبوله،
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. سبحان الله، هذه الآية تحيي لك المحبة والمودة بينك وبين الناس. ذكري وجعل لي المحبة بيني، اللهم اجعل المحبة والمودة بيني وبين الناس، رجال ونساء، الناس اللي ما عندهمش محبة وما عندهمش قبول بينهم وبين الناس. غادي هذا الماء تاخدي تاخديه ترقديه ليلة كاملة، غادي تغطيه بواحد المنديل، او ديري ليه بابي الومنيوم وتحاولي انك تغطيه بالنية ديال انك يبقى حدا راسك. ان شاء الله الصباح رباح، الصباح اللي غتكوني غاده للعمل غادي تبداي تدوزيه على الوجه ديالك. عندك ماء الورد ضيفيه، عندك ماء الزهر ضيفيه، انا غادي نضيف ماء الورد. ماء الورد ها هو، غادي نضيف ماء الورد بحال هكا، غادي نضيف ماء الورد. اول حاجه غادي ترشي المكان اللي تتنامي فيه، ورشي العتبه. الناس اللي عندهم توقيف الحال في الزواج، ترشي العتبه من هذا الماء، وترشي الغرفه ديالك باش تطردي النحس اللي عندك حتى في الغربه، اللي عندك حتى في الغرفه، وغادي يكون عندك ان شاء الله خير وبركه. اذا هذه الوصفه الاولى، الوصفه الاولى. اما الوصفه الثانيه هي قطعه، قطعه ديال بيديانا، تكون تختاريها زوينه وتقري عليها، تقربيها للفم ديالك. وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني يا فلان ولد فلانة. إذا عندك شخص معين غادي تقولي وألقيت عليك محبة مني يا فلان ولد فلانة، وألقيت عليك محبة مني يا فلان ولد فلانة. سبحان الله، هذه الآية لها طاقة إيجابية في القبول. وغادي نقرأ وزيناها للناظرين، أتقريها 7 مرات. والآية وألقيت عليك محبة مني، غادي تقريها 7 مرات. غادي ترشي، غترشي كتبوا الآيات، كتبوا الآيات باش تعقلوا عليهم. وغادي ترشي الريحة على هاد القطعة ديال القطن، خذوا هاد القطن الدائري، راه تيكون عند البنات يمسحوا به الماكياج، راه ما كاينش شي دار اللي ما فيهش هاد القطن. وناخذ بابي الومنيوم وغادي نرش هاد البيديانا اللي غادي نهزها معايا، يكون ولد ولا بنت عادي، حتى المراه اللي تتبيع وتشري تهز معاها هاد القبول. وغادي نجمع القبول ديالي ونهزو معايا، اما في الحقيبه ديالي واما في حمالات الصدر. الا كان في حمالات الصدر غادي ندير لي واحد المنديل ابيض، ولا يكون بابي الومنيوم من الداخل غندير واحد المنديل ونديرو ما بين حماله الصدر. اذا البخور، البخور اللي غادي نتبخر به غادي نقرا عليه ايه اخرى، ايه اخرى ديال لتسخير الامور، باش يجيو الخطاب الى العتبه، يجي البيع والشراء، تجي المحبه، يجي الموده، يجي كل شيء. سبحان الله، لها طاقه ايجابيه هاد الايه من سوره الحج. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج، ناخذ حلقة في الكف ديالي ونرفع بحلقة، نهز واحد اللي غادي نتبخر بها 3 أيام، وغادي نقرأ عليها هاد الآية 7 مرات. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. تكروا هاد من كل فج عميق، سبحان الله لها طاقة إيجابية. ونكمل 7 مرات، وغادي نتبخر كل يوم، غادي نتبخر 3 أيام متتابعة، غادي نتبخر ب7 قطع، 7 قطع بحال هادو. إذا عندنا 4 الآيات وزيناها، عندنا تقريبا 3 آيات وزيناها للناظرين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا الكأس غادي نبقى ندوزو على، غادي نغطيه في الليل، والصباح ندوزو على الوجه ديالي، وفي الليل ندوزو على الوجه ديالي بعد ما نغسل وجهي من الماكياج، وغادي نبقى نغطيه حتى يسالي. قد ما طال عندك غادي يكون عندك خير وبركة، ويكون عندك قبول سبحان الله العظيم بسميتك هاد القبول. من بعد غادي نجمع هاد البيديانة اللي كانت في الماء، بعد ما تساليه غادي تنشفيهم في الظل وغديريهم مع الملابس ديالك. اما السريره ديال القبول غادي نرفعها بحال هكا، غادي نرفعها ونهزها معايا بحول الله وقوته، على حسب انني بغيت هاد السريره ديال القبول باش يكون عندي خير وبركه. ضروري ترشوها بالريحه، اي ريحه عندكم غادي ترشوها. اما 3 ايام غادي نبخر بيديانا، وغادي بيديانا او نجمه الارض،
ونحاول 3 ايام بعد ما نصوب هذه الصيغه كامله بعشبه واحده غادي تحيد عليك النحس وتطرد عليك الموانع وتجيب لك الخير حتى لباب الدار ويكون عندك القبول. سارعوا وديروها في هذه الايام لانها رائعه واكثر من رائعه. حاولوا غير ديروها بيقين وتكتبوا الايات تلي ما قريش يحط القرايه اللي قريت انا يحطها على المكون ويخليها تقرا، ومن بعد يضيفها الى الماء ويحاول يتبخر بها ويحاول انه يهز معه. اذا احبابي ما بقى لي ما نقول لكم الا حاولوا تخلوا لنا لايك وتدعموا القناه وتفعلوا الجرس وتابوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.